نظم المجلس الإسلامي الأعلى بالتعاون مع جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد ندوة تاريخية حول العالم المجاهد أحمد حماني بإشراف كل من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة عبد المجيد شيخي ودكاترة. بوطنيته مشترك العلم جعله في خدمة الوطن، يعني لم يجعل العلم تجارة ولا معرفة يعني لغرض من أغراض الدنيا، وإنما كان يريد أن يكون العلم في خدمة الجزائر وفي بناء الوطن، وأن يسخر الناس وقتهم وجهدهم لخدمة بلدهم، لأن لم يكن يريد لشخصه أن الظهور، وإنما كان يريد لبلده أن تنتظم ولبلده الظهور. الشيخ أحمد حماني يذكر له بخير بطبيعة الحال أنه بعد اندلاع الثورة وصدرت تعليمات من الفرنسيين لإغلاق المدارس، ولكنه أصر مع مجموعة من العلماء أن تبقى المدارس مفتوحة حتى يغلقها الفرنسيون قصرا، وواصل العمل. عرفت أنا كطالب في الستينات يعني في بداية الاستقلال في دروس خاصة كان ينظمها هو في مركز نادي الترقي اللي هو مركز جمعية علماء المسلمين، كنا حوالي 30 طالب وأغلبنا كل مساجين يعني، وكنا نحضر أنفسنا للدخول للمسابقة، المسابقة سنة تحضيرية للجامعة، فكان هو من الأساتذة الأساسيين في تحضير هذا الموعد هذا تاع المسابقة، وبالفعل قدرنا بعد مدة بعد سنة أو سنة ونص تقريب أن نقدر نشارك في المسابقة ونفوز بالدخول الجامعة لسنة تحضيرية في سنتين.